لوماغ رجعنا لكم في لوماغ مواصلين معكم حتى للتسعة. نحكيو توا على حوت التون اللي أصبح نسمعه حديث على نفوقه في عديد السواحل وعديد الشواطئ سواء في العالم وفي البحر الأبيض المتوسط. هذا من أسباب التغيرات المناخية والعوامل الطبيعية اللي تنجم اللي صايرة توا وعلاش نلقاو عنده قيمة تسويقية كبيرة في العالم. يجاوبنا على هذا الكل سي صاحبي درعي المختص في البيولوجيا البحرية. مرحبا بك سي صاحبي على إكسبريس أف أم. مرحبا بكم سيم ومرحبا بكل المستمعين كثير في خير. يعيشك بارك الله فيك. دونك قبل ما نحكيو على النفوق نتاع حوت التون اللي اصبحنا نشوفه الحقيقه في عديد الفيديوهات معناتها على معناتها الموضوع هذا، اول حاجه فما برشا انواع عن حوت التون في البحر الابيض المتوسط. اي عندنا برشا انواع، عندنا ما يقرب 11 نوع في البحر الابيض المتوسط. ومنهم خمسه ولا سته نعرفوهم مليح، معناتها ديما نلقاوهم في المارشي نتاعنا. منهم الغزال، الرزام، الباداميت، البوسنة، التل الأبيض، وفي المرتبة الأولى هو التل الأحمر اللي ما عادش موجود في المرسي تاعنا. براتيكوم ما عادش موجود تقريبا ما عادش موجود. تقريبا واضح. لهنا الأنواع هذه معناتها تعيش على كامل البحر الأبيض المتوسط ولا نلقاها موجودة حتى في محيطات أخرى كما نقولوا ولا؟ بالفعل بالفعل هما يعني من الأنواع نحن نقولوا معناتها الحوت الأزرق. معناتها هما فيهم الأغلبية راهو معناتها حيوانات مهاجرة، معناتها تدخل وتخرج، معناتها كيما التون الاحمر. دونك التون الاحمر هو معناتها مسمينه التون الاحمر الاطلسي، معناتها نتاع الاطلنطيك. دونك يجينا من الاطلنطيك يدخل الميتيراني، دونك يبيض، معناتها يبيض حتى على السواحل التونسيه. دونك يبيض في السيت نتاع الميتيراني وكل شيء، دونك ويعاود يرجع. دونك وقتها يصير الصيد نتاعو ويعاود يطلع معناتها الاطلنطيك وين يتغذى. معناتها يكمل العام نتاعو ويتغذى فيه ومن بعد وهكذا ودواليك. دونك هي سيركل نتاع هجره معناتها. هذا اللي يخلي اللي هو معناتها تسويقيا معناتها عنده قيمه كبيره برشا، معناتها معناتها في العالم نلقاوها ديما هو في المرتبه الاولى من ناحيه تسويقيه. اكيد اكيد، على خاطر هو زاد من انواع الحوت اللي ان سارتان مومون معناتها وقع عليه الضغط برشا، معناتها ولا منافي ولا معناتها حتى اكسبلاتي برشا. وهذا كما ما تحكيت انت معناتها يرجع للقيمه معناتها التسويقيه العاليه نتاعو ويرجع زاد القيمه الغذائيه نتاعو. دونك هو الضغط هذا هو اللي خلى ان الحيوان هذا معناتها دو بليز معناتها بشويه يولي معناتها غالي برشا، يولي معناتها كل ما يصير هو خاطر طلب عليه برشا. واذا ينقص معناتها في البحر نتاعنا كل شيء، دونك طبيعي جدا انه يغلى في السوم نتاعو. تقريبا بالدولار ولا بالاورو قداش معناتها القيمه التسويقيه نتاعو؟ والله شوف، والله هو في اذا نحكيه على مستوى البحر الابيض المتوسط. دونك نحكيه على مئات الدولارات معناتها يتباع في البحر لليابانيين. اذا نحكيه على المارشي نتاع اليابان نحكيه على سوم خياليه لهنا. نحكيه معناتها على ريكور في 2019 اللي كعبت طن احمر معناتها نتاع الباسيفيك، دونك تباعت ب 2.7 مليون يورو. الكعبه هذه معناتها توزن راهي 278 كيلو. معناتها تعرف خويا وسام قداش الكيلو تباع، معناتها تباع الكيلو ب 10000 اورو. دونك لهنا يرجع زاد العادات الغذائيه نتاع اليابانيين. معناتها نحكيو على السوشي، نحكيو على الساشيمي، ونحكيو حتى على التونومبوات معناها. هو الكويزين نتاعهم في اليابان ديجا معناتها معروفه اللي هما ياكلوا برشا الحوت نتاع التون، براتيكمون هما الاولانيين في معناتها في الشراء نتاع الحوت هذا. هو تقريبا 90% من 90% يعني من الانتاج نتاع التون العالم الاحمر وكل شيء، يعني كله يمشي تقريبا للمارشي نتاع طوكيو يعني اليابان معناها. اليابان باهي، خلينا نمشيو لموضوع اخر توا. النفوق نتاعو معناتها اللي نلقاوها ساعات معناتها موجود براتيكمون معناتها ولت عاده، معناتها انه معناتها في السنوات الاخرانيه نشوفوا معناتها نوعيه نتاع معناتها حيتان موجودين معناتها والنفوق نتاعهم على عديد الشواطئ في سواء في تونس او البحر الابيض المتوسط، ومعناتها ديما نسمع فما حديث معناتها عليهم. حوت التون معناتها براتيكمون حتى هو قاعد يتمسد بالحكايه هذه، اللي هي عوامل طبيعيه، عوامل مناخيه، شنو بالضبط؟ والله شوف، والله لهنا راهو لهنا نجموا نجاوبوا عليه بطريقه اخرى، خاطر الدوره شنو التن كيفاش يصطادوه. دونك التن هو عنده موسم يصطاد فيه، دونك من 26 ماي حتى 1 جويليه.
ولازم يزيدوه حتى العشر زميلة وكاو مع الطقس مضطرب وما لموش الكوتا نتاعهم. دونك التون وقت اللي يصطادوه دونك ما يصيروش ميزامور، دونك ما يقتلوش، دونك يخلوه في وسط الشباك، دونك يدوروا عليه الشباك ومن بعد يدخلوه في وسط الكاج. دونك يدخلوه في وسط الكاج يهزوه في المزارع اللي هما اللي فارق. احنا عندنا ستة في تونس، عندنا في هرقة، عندنا في سوسة، عندنا في المهدية، وعندنا في الشابة وما يقارب معناتها في فاقس. دونك عندنا ستة فيرماوات، دونك يهزوهم غاديك باش يعملوا لهم عملية التخمين قبل ما يبيعوهم للمارشي معناتها الانترناسيونال، فهمتني؟ دونك الحكاية النفوق حكاية طبيعية جدا، انه معناتها وقت تموت الكعبة تن وهما يصطادوا فيها، دونك تنشب في بلغة البحارة، دونك تنشب في الشبكة، دونك تموت، دونك طبيعي جدا باش تطفى على الماء وبشوية بشوية دونك يهزها الكريم دي، يهزها الكورون دو معناتها تمشي وتصير لها النفوق على الشط، والا في وسط الفيرما زاد كيف كيف وقت الكعبة تن معناتها تمرض ولا تموت ولا كيف كيف ولا معناتها تنشف الاشباك نتاع الفيرما، دونك طبيعي جدا انها تخرج ومعناتها تصير النفوق نتاع النفوق في معناتها على الشواطئ نتاعنا. دونك نصور النفوق في اقلبه معناتها ليها علاقه كبيره جدا معناتها بحكايه الصيد البحري معناتها الصيد نتاعو اي معناتها والتخمين نتاعو. دونك ما نصورش اذا يمكن العوامل الطبيعيه لهنا، لا يمكن التغيرات المناخيه صعيبه شويه نحكيو عليها على خاطر ما زلنا ما نعرفوش معناتها ما نجموش نربطوها بالكيفيه هذه، اما نجم نربطوها بحكايه هذه معناتها عمليه الصيد نتاعو وعمليه التخمين نتاعو، خاطر ما ننساوش ان احنا اغلبيه النفوق راهو يصير في هرقله، يصير في المهديه، يصير على معناتها السواحل نتاع المهديه، السواحل نتاع سوسه، وين معناتها عندنا اللي فارم، فهمتني؟ باهي جوست معناتها سؤال هنا على الانواع الاخرى نتاع الحيتان اللي موجوده في البحر الابيض المتوسط، معناتها تاثرت بالعوامل المناخيه، تاثرت باللي قاعدين معناتها نعيشوا فيه معناتها في السنوات الاخرانيه، احتباس حراري غيره، تلوث مع ارتفاع درجات الحراره راهو تبدل برشا حاجات، معناتها يعني راهو نحكيو على انواع مهاجره، والانواع المهاجره هذه في اغلبها راهي مرتبطه معناتها بحاله الطقس. معناتها نحن حتى الطن قبل خاطرني معناتها بحكم اني معناتها مراقب دولي لصيد الطن الاحمر. دونك الطن قبل معناتها كان معناتها يدخل عنده المسارات نتاعو. توا في العوامل الاخرانيه تبدل المسارات نتاعو، تبدلت معناتها قبل كانت عنده مناطق معينه نتاع الصيد. اليوم ولاو معناتها المراكب معناتها يبحثوا فيه في كل مكان معناتها باش ينجموا انهم يصطادوا الطن. معناتها السيركوي نتاعو تبدل. المسارات نتاعو. فهمتني؟ دونك حكيت انه فوق ما نجموا نربطوها نوعا ما كما نجموا ما نربطوهاش بدرجات الحراره. واضح واضح يا سيدي، يعطيك الصحة سي صاحبي الدرعي المختص في البيولوجيا البحرية على كل هذه التفاصيل. دونك احنا حكينا على الحوت التون، دونك كما قال كنت تسمو في سي صاحبي الدرعي معناتها توصل الأنواع هذه معناتها عندها قيمة تسويقية كبيرة برشا في العالم. راجعين معكم شوية آخر الموعد مع الأخبار، أخبار 7:30 وراجعين.